السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أيادي الأمل. في هذه الحصة عدنا لكم من جديد وبالجديد، بغينا نحضر لكم واحد الوصفة تجميلية اللي هي كتخص التجاعيد والبشرة الحساسة والبشرة الجافة. هذه الوصفة سهلة، كنحتاجو بنانة، وهاد البنانة كنعرفو البنان كيعطي الترطيب وكيدير كاين اللي كيديرو حتى للشعر لانه كيرطب، وانا فكرت كنجرب انا يعني هاد الوصفة ما شفتهاش حتى في شي فيديو، ولكن انا كنحاول نبتكر من عندي وكنجرب، والحمد لله فاش كنلقى الحاجة والنتيجة ديالها مزيانة ومخيرة كنقول علاش ما ندير لها فيديو وننفع الناس معايا. هاد البنانة كتخصها تكون طايبة مزيان، إلا كانت طايبة كاع تكتر من هكا ماشي مشكل. كنقطعوها نص، كنستعملو غير النصف ديالها هاهي، ومن بعد كنحيدو ليها هاد، اسمحوا لي ما هبطش الكاميرا احتراما لكم. كنهزو البنانة كنقطعوها، كنقطعو لها النص، وكان اش كنديرو ليها، كان الا عندها ماكينة كطحن داكشي قليل ماشي مشكل، الا ما عندهاش كتهز فرشيطة بحال هادي وكتبقى كتورك عليها، تبقى كتورك عليها حتى كترجعها عجين متجانس اللي كيولي الانسان كيسهل عليه باش يستعملها. انا غادي نقدر نستعمل هذا لا بوحديتها، ولكن الناس اللي جاتهم قاصحه هذه الوصفه لانني غادي نقدر نخدم لكم، يقدر داكشي يبقى كيطيح. الانسان اللي بغى داكشي الوصفه تكون شويه يعني شد راسها او يعني كتستفد منها مزيان وما تنشفليش ما تنشفش دغيا، يقدروا يزيدوا عليها مارد او دانون او ياغورت بالنقل او حليب على حسب الاستطاعه ديالكم، او لبن يعني المواد اللي او حليب الصوجا. تقدري تستعمليها وحدها، لان فاش كتبقى كتخدم بها كتبقى كتطلق دوك المواد ديالها وكتولي، نوريكم كيفاش كتولي على هذا الشكل، هانتوما كتشوفوا حتى هذا هو الماسك ديالنا اللي غادي نستعملوه، وهذا الماسك راه جيد وافيكاس. انا راك عرفتي الانسان مبلي بهادشي ديال الانترنيت وسميتو، فعلا هادشي ديال الانترنيت راه كيخرج على مولاه وكيأثر على البشره وكيأثر على العينين، حتى العينين براسهم كيأثر عليهم، كيأثر حتى على الدماغ خصوصا الدماغ. الانسان يقدر مع المدة يقدر يجي الزهايمر بكري، ولكن هو هاد الانترنت مزيان فعلا الحقيقة من الناس اللي عندهم الاكتئاب، خصوصا اللي عندهم مشاكل وبغاو ينساو مشاكلهم في بلاص ما يمشيو ياخدو يزيدو يكملو على راسهم دوك الضروب وداكشي. تيبان لي انا حتى هذا حل بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل والناس اللي داخلين في اكتئاب. المهم هضرنا على موضوع اخر، انا طوندو كنحاولو نستافدو في نفس الوقت. هانتوما كتشوفو قد ما كتورك عليها قد ما كتزيد، شتي كيفاش تتولي، ها قد ما كتورك عليها قد ما كتولي سهلة جارية، هاد سائلة كتولي سائلة كترت
الضغط عليها. وهانتوما غنديروا دابا الوصفه. انا سبحان الله انا دابا مع البس الليمون كيبينوا في اليسار واليسار كيبينوا في اليمين. هانتوما فاش كيبين ليا الليمون في اليسار واليسار في اليمين كنتلف. هانتوما شتو كلنا غفاصي. هانتوما انا كنفضل نستعمل يديا مباشره، مكاينش ما احسن من اليدين. ما في مساج، المساج براسو خدمه ديال الالات، ما كتنفعش بحال الخدمه ديال اليدين، لانه هذاك الكونتاكت مانيوال راه كيلعب دور سبحان الله. بحال الانسان فاش كياكل بيديه ماشي بحال اللي كياكل في المعلقه، وراه نفس الشيء سبحان الله العظيم. نفس الشيء فاش كتخدم بيديك كتحس بهذا الانسان اللي كيخدم لك انه انسان قريب. فاش يعني فاش كتكون تخدم بدوك البانسو دوك المواد كتحس بانه انسان بعيد عليك، وانه يعني دخل فيها ان بو دو بروتوكول. حنا ما بغيناش بروتوكول، بغينا نخدمو طبيعي والحمد لله وبكل تواضع. طبيعي الحال الانسان تيكون غاسل يديه نقي، لانه اللمس اليد مع الوجه ضروري خص تكون النظافه القصوى. هانتوما كتشوف صافي كندير حتى العنق، داكشي علاش انايا لبست تريكو هابط شويه، داكشي علاش مبغيتش نهبط الكاميرا باش نقدرو نخدمو حتى العنق، خصوصا العنق، لاننا فاش كنكونو لابسين تريكوات طالعين كنديوها غير في وجهنا، وخصوصا فاش كنبقاو نكونو كنقولو عنقنا ماشي مشكل راه كنغطيو، وخصوصا العيالات اللي كيلبسو الزيف. انا كنت كندير الزيف وما كنتش كنديرها في عنقي، حتى ولدي كنبان ليا الفرق ما بين العنق وما بين الوجه. هانتوما اذا كنتي ناعسة وديريها وتنعسي كاع حسن، كتكاي واحد 5 دقائق على حسب الاستطاعة ديالك، ولا حتى ينشف ليك 10 دقائق كاع وكتجلسي وكتخليه، لأنه خص باش يستافد ليك البشرة ديالك تستافد ليك، خصك تكاي وترتاحي وترولاكسي، حتى إلا شعلتي شي موسيقى هادئة كان ذلك أحسن. وتقدري فاش تكاي تقدري ديري حتى هنا فوق عينيك، لأن هادي مواد طبيعية وبما أنها مزيانة للبشرة الحساسة ما غاديش تخافي حتى على عينيك، ماشي بحال الحلبه والمواد الحمص وداكشي اللي كتقدريش تقيسي عينيك، هادي تقدري تحطيها حتى على عينيك بدون اي تخوف او بدون اي تخوف او بدون اي شك. هانتوما دابا السلام عليكم النتيجه اخواني، مرحبا. انتما كيف كتشوفوا النتيجه؟ التجاعيد نقصات، مابقاش كيف كانت في الاول. كان نقدروا من بعد نقدروا نديروا واحد الطريف ديال الوفاغ بحال هادو بحال هذا نديروه للوجه ديالنا، كيعاون لانه كيعطي تفتيح وكيعطي ليدغاتاسيون والترطيب في نفس الوقت. ومن بعد او اذا ما كانش عندك تقدر مثلا دير الوفاغ او دير الوفاغ تزيد عليها مورد مقطر ماء من الورد، كترشي به مثلا، لان الموفيرا مع الماء كيعطي الفعاليه اكثر. بحال كيف كتاخذوا العسل مع الماء، فاش كينصح به الرسول عليه الصلاه والسلام باش تاخذوا العسل مع الماء في الصباح، يعني كتعطي فعاليه اكثر. نفس الشيء الالوفيرا مع ماء الورد او مع الماء، يعني فاش كدير ماء الورد عفوا فاش كدير الالوفيرا وكتخليها واحد شي شويه وكترشوا عليها الماء وكتغسلوا وجهكم كتحسوا بالحروره وهي كدوز لكم مع الحلق، يعني تا انه الماء كيعاون في لابينيتراسيون او في الدخول معانق للبشره. ومن بعد كنديروا واحد الحاجه، انا هذه صاوبتها واحد الكريم هيك كتشوفوها هي
أنادي الأمل، كلام أنادي الأمل ضد التجاعي. هذه صوتها أنا يا درتها من الأول، تشوفوا الأول الغناء وتشوفوا دوك الحبوبات ديال نظام الذكر. أنا صوتها أنا بنفسي لأنني كان عارف راسي شنو كندير في نفس الوقت، مكطلعش ليا أنا غير بحال إلا خديتها في بلايص أخرين وربما مغاديش نلقاها. يلاه عاد وليت كنسمع بأن ولاو كيديرو كلمات من نظام الذكر، حتى المواد بحال هادشي في السوق عاد وليت كنسمع بأن هادي كنت نصاوبها شحال هادي ونظام الذكر كنت ناخدو شحال هادي، وكندير حتى زيت نظام الذكر. أنا شفت راه دايرة زيت نظام الذكر كيفاش تصاوبوه، وعاد صوبت من بعد الكريم باش نبقى نديرها، لأن الزيت كتعرفو بأن الزيت كيعطي الدسم، الكريم راه كتدخل وكتعطيك بشرة نضرة. أنا استعملتها درتها حتى درتها عاد درت الفيديو كديروها واحد شي شويه كديروها مهم كديروها بها الوجه ديالكم. الكريم كنعرفو أن الكريم كتدخل ماشي بحال الزيت، ماشي بحال الزيت. هاد لبن الذكر كنعرفو أن كيعطي تفتيح البشرة وزياد التجاعيد ومغذي في نفس الوقت، نتمنى هادي حساتكم انك اعجاب ديالكم. متنساوش تابونيو للناس اللي باقي مابوناوش باقي مشتركوش، ومتنساوش تفعيل الجرس. من كاين الناس كيقولو ليا راه مقلتيش ليا، تفعيل الجرس الله يجزيكم بخير الى جات على خاطركم. تفعيل الجرس يعني كديرو داك الجرس الفوقاني اللي مكتوبة فيه توت او جميع العربية اللي فيه اقوى قوسين على اليمين وعلى اليسار، والمشاركه تبارطاجي الناس اللي يحبوا حضوركم في فيسبوك او واتساب، ولايك جزاكم بخير وتعليق في الاسفل جزاكم الله كل خير. السلام عليكم، كنتم معنا ديال في قناه أنادي الأمل، تحياتي لكم، الى اللقاء، باي باي.